بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات فسيولوجيا نبات زراعي، وما زال كلامنا متواصل عن دراسة الخلية النباتية. انتهينا في الحلقة السابقة بدراسة الجدار الخلوي، وعرفنا أن الجدار الخلوي ده كان بيمثل السور الذي يحيط بالخلية من الخارج وبيحدد شكلها، وبيحمي المكونات الداخلية من المؤثرات الخارجية، بالإضافة لأنه بيعتبر من أهم ما يميز الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية. وعرفنا أهم المراحل التي يتكون خلالها الجدار الخلوي للخلية على 3 مراحل الأساسية اللي احنا قلنا عليهم: مرحلة الصفيحة الوسطى، ثم بيليها مرحلة الجدار الابتدائي، ثم بيليها مرحلة الجدار الثانوي. النهاردة هنكمل مع بعض باقي مكونات الخلية النباتية، هو البروتوبلاست، لأن اتفقنا ان الخلية عبارة عن جدار خلوي وبروتوبلاست. البروتوبلاست ده بيمثل الخلية النباتية بدون جدار، يعني كل المحتويات الداخلية اللي موجودة داخل الجدار الخلوي هو ده عبارة عن البروتوبلاست. والبروتوبلاست بنقدر نقسمه إلى مكونات بروتوبلازمية، بروتوبلازميك كومبوننت، ودي بتشمل السيتوبلازم وبمحتوياته المختلفة والنوكلس أو النواة، ومكونات غير بروتوبلازمية، النون بروتوبلازميك كومبوننت، ودي بتشمل الفاكيول والفجوة العصارية بمحتوياتها المختلفة الغير حية داخل الخلية النباتية. البروتوبلازم ده بيعتبر هو كل المادة الحية اللي موجودة داخل الخلية، هو بيعتبر مركز النشاط الحيوي في الخلية، وبيشغل معظم حجم الخلية في حالة الخلايا الميريستيمية. أما في حالة الخلايا البالغة فبيكون عبارة عن شريط رقيق بيكون مبطن للجدار الخلوي من الداخل، وبيتوسطه فجوة عصارية أو عدة فجوات منفصلة عن بعضها البعض بواسطة أشرطة أو خيوط سيتوبلازمية. البروتوبلازم زي ما قلنا عبارة عن سيتوبلازم ونواة. السيتوبلازم ده بيعتبر الوسط اللي بتسبح فيه العضيات السيتوبلازمية أو البروتوبلازمية المختلفة اللي موجودة داخل الخلية النباتية، وبيعتبر الوسط اللي بتتم فيه معظم التفاعلات داخل الخلية النباتية، واللي بيحتوي على كل المواد أو اللازمة لعملية انقسام الخلية النباتية. فهنبدأ نشوف أول مكون من المكونات البروتوبلازمية اللي احنا قلنا عليها اللي هو النواة. النواة هي العقل، أو بتعتبر هي العقل المدبر والمهيمن على كل التفاعلات الحيوية والفسيولوجية التي تتم داخل الخلية النباتية. وبتعمل النواة كأرشيف أو مكان للحفظ الدائم للمعلومات الوراثية للكائن الحي. أي مؤسسة بنلاقي فيها مكان مخصص بيعرف بالأرشيف، الأرشيف ده موجود فيه السجلات الخاصة بكل الأعضاء اللي موجودة أو اللي شغالة في المؤسسة دي، وكل ملف لكل عضو موجود فيه التاريخ بتاع العضو ده والشهادات وكل ما حصل عليه من دورات كله موجود فيه. هكذا هنا في الخلية بنجد إن النواة بتمثل الأرشيف أو بتعمل كأرشيف أو المكان اللي بيتم فيه تخزين كل المعلومات الوراثية الخاصة بالكائن الحي. يعني لو شفنا كم المعلومات الضرورية لبناء وبقاء خلية واحدة، لا يمكن لأحد أن يتصور أو يتخيل عدد الصفحات اللازمة لتخزين كل تلك المعلومات الضرورية ده لبناء وبقاء خلية واحدة. لكن هذه المعلومات بيتم تخزينها في الحامض النووي DNA داخل النواة. هذا التخزين بيكون تخزين آمن ودائم،
والنواة لها القدرة على أن تستعيد المعلومات اللازمة داخل الخلية بعمل نسخ الأجزاء معينة من الـ DNA عند الحاجة إلى تلك المعلومات. ما تكون النواة عاوزة حاجة معينة أو عملية معينة هتتم داخل الخلية، فتبدأ تنسخ جزء من المعلومات الوراثية اللي موجودة في الـ DNA الموجود بداخلها في صورة RNA أو mRNA، وبعد كده يبدأ ينتقل إلى السيتوبلازم، تستقبله الريبوسومات علشان تقوم بعملية الترجمة، ويبدأ يظهر عندي البروتين اللي ليه خاصية معينة أو ليه دور معين داخل الخلية على حسب احتياج الخلية. فالنواة لذلك بتسيطر على عمليات البناء والعمليات الحيوية التي تتم داخل الخلية النباتية. إذا نقدر نقول إن هي مكان للحفظ الدائم للمعلومات الوراثية، إن بيتم تخزين المعلومات دي زي ما قلنا في الـ DNA داخل كل نواة، تخزين آمن ودائم، ولها القدرة زي ما قلنا على استعادة المعلومات عن طريق نسخ أجزاء معينة من الـ DNA في صورة RNA عند الحاجة إلى تلك المعلومات، وتقوم بتوصيلها إلى الريبوسومات علشان تقوم بعملية عملية الترجمة. النواة بنجد إن كل خلية لابد أن تحتوي على نواة، لا يمكن للخلية أن تعيش بدون نواة، لأن النواة تعتبر الأورجنايزر المنظم للتفاعلات اللي بتتم داخل تلك الخلية. ولذلك فبنلاقي إن معظم الخلايا، كل خلية بتحتوي على نواة واحدة بتقوم بتنظيم العمل داخل تلك الخلايا. لكن في بعض الأحيان قد يتواجد بداخل الخلية أكثر من نواة، كما هو موجود في اللاتكس تيوب أو الأنابيب اللبنية وطحلب الفشيرة، بنلاقي موجود في أكثر من نواة موجودة داخله، لأنه بيكون عبارة عن سينوسيتك أو مدمج خلوي، فبيحتوي على عدد كبير من الأنوية. وفي بعض الأحيان القليلة قد لا يتواجد بداخل الخلية نواة، كما في الأنابيب الغربلية اللي هي السيفتي يوبز الموجودة في نسيج اللحاء، بنجد أنها بتكون خالية من النواة، لكن بيكون مرافق لها أو موجود بجوارها خلية مرافقة بتحتوي على نواة بتنظم العمل داخل الأنبوب الغربال. بيختلف حجم النواة من خلية إلى أخرى، كما ذكرنا في الحلقة السابقة في المقارنة ما بين الخلايا المريستمية والخلايا البالغة، بنجد إن في الخلايا المريستمية بتكون النواة كبيرة في الحجم وبتتوسط الخلية، موجودة في منطقة السنتر أو موجودة في مركز الخلية، في حين إن في الخلايا البالغة بتكون النواة فيها صغيرة في الحجم وبتكون موجودة بجوار جدار الخلية، لأن إحنا قلنا من شوية إن البروتوبلازم أو السيتوبلازم بيبقى عبارة عن شريط رقيق بيكون مبطن لمين؟ للجدار الخلوي من الداخل، لأن بيكون موجود في داخل الخلية فجوة عصارية أو عدة فجوات بتكون كبيرة في الحجم، ولذلك بتكون النواة موجودة بجوار جدار الخلية وبتكون صغيرة في الحجم. لو جينا نشوف النواة بنجد إنها بتتكون من الآتي، عبارة عن نيوكلر ميمبرين عبارة عن غشاء نووي، وشبكة كروماتينية والكروموسومات، والنوية والسائل النووي النيوكلر سوب الموجود داخل الغشاء النووي. الغشاء النووي ليه النواة؟ بنجد إنه بيحيط بالنواة من الخارج، بيتكون من طبقتين من الأغشية، وبيتخلل هذا الغشاء ثقوب نووية، وبنجد إن كل ثقب بتملأه مادة لازقة بتفصل السيتوبلازم عن السائل النووي الموجود في داخل النواة. بيحيط هذا الغشاء بالنواة وبينظم حركة مرور المواد ما بين النواة والسيتوبلازم،
وبنجد ان بيكون متصل بالشبكه الاندوبلازميه وغشاء الخليه. يعني الشبكه الاندوبلازميه بتكون حلقه الوصل ما بين الغلاف النووي وبين الغشاء البلازمي للخليه، وهذا الغشاء بنجد ان بيتكون من البروتينات والدهون الفسفوري او الفسفوليبيدات. المكون الثاني هو الشبكه الكروماتينيه. بنجد ان الشبكه الكروماتينيه هي عبارة عن المظهر اللي بتتخذ الكروموسومات في الطور البيني للخلية، وبتتكون من خيوط دقيقة بتكون متشابكة بتملأ فراغ النواة. لكن في مرحلة انقسام الخلية بنجد أن هذه الخيوط بتكسر في الطول وتبدأ تسمك بالتدريج وتتخذ شكل الكروموسومات، والكروموسومات دي بتبقى عبارة عن أشكال عصوية لها عدد معين خاص بكل نوع من الكائنات الحية، وبتتواجد على هيئة أزواج متماثلة، وبيتكون كل كروموسوم من الحامض النووي الدي ان ايه ونوع من البروتين بيكون متصلة بالحامض. وبنجد أن الكروموسومات بتحمل الجينات التي تواجه عمليات الوراثة، وبالتالي بتواجه وتنظم جميع العمليات الخلوية الموجودة في داخل الخلية أو اللي بتتم داخل الخلية. المكون الثالث هو السائل النووي. والسائل النووي هو عبارة عن سائل بيحيط بكل أو بجميع محتويات النواة، وبيوجد به الإنزيمات اللازمة لتكوين الـ DNA والأنواع المختلفة من الـ RNA. أيضا موجود في السائل النووي المواد اللازمة لتكوين النيوكليوتيدات الداخلة في تكوين الدي ان اي والار ان اي، وبيتكون معظمه من الماء والقواعد النيتروجينيه وسكر الريبوز والديوكسي ريبوز وحمض الفوسفوريك وبعض البروتينات الاخرى الموجوده معه. المكون اللي بعد كده في من النواه هو النويه. والنويه دي عباره عن جزء بيكون اكثر كثافه من النواه، وتتكون من حبيبات من البروتين والحمض النووي الار ان اي، و بيوجد بكل نواة عدد معين من الأنوية، قد يتواجد بداخلها نواية واحدة أو أكثر من النويات. والنواية بتعتبر هي مواضع تكوين الريبوسومات في داخل الخلية النباتية. إذن ننتهي بأن النواة زي ما قلنا هي العقل المدبر، هي اللي بتتحكم في كل التفاعلات التي تتم في داخل الخلية النباتية. المكون الثاني من المكونات البروتوبلازمية وهو السيتوبلازم. والسيتوبلازم زي ما قلنا ان هو عبارة عن الوسط اللي بتسبح فيه العضيات البروتوبلازمية المختلفة في داخل الخلية النباتية. السيتوبلازم ممكن نقدر نقسمه الى ثلاث مكونات اساسية، عبارة عن رقم واحد هو الغشاء البلازمي البلازما ميمبرين. والغشاء البلازمي ده عبارة عن مكون بيكون أكثر كثافة من السيتوبلازم. وعلى الرغم من أن الجدار الخلوي بيحيط بالخلية وبيفصلها عن الوسط الخارجي، إلا أن هناك العديد من المواد اللي بتمر من خلاله عبر المسام، لان احنا قلنا ان الجدار الخلوي ده جدار منفذ، اي مادة لها القدرة ان هي تبدأ تدخل او تخرج منه بدون اي تحكم من الجدار الخلوي، فبتتحرك المواد او بتمر من خلال المواد اما عن طريق بقى المسام او الفتحات اللي موجودة، او من خلال عمليات التشرب، او من خلال خيوط البلازموديزماتا اللي بتمر من خلال، فلا يتحكم الغشاء لا يتحكم الجدار الخلوي في المواد اللي هتدخل او تخرج، ولذلك بيبقى موجود في الغشاء البلازمي اللي هيبدا بقى يتحكم في المواد اللي هتدخل او هتبدا تخرج بره الخليه. وبيوجد نوعين من الغشاء البلازمي، حاجه بنسميها بالاكتوبلازم او الغشاء البلازمي الخارجي، وده بيعتبر أو بيمثل الجزء المبطن للجدار الخلوي من الداخل والمغلف للسيتوبلازم من الخارج. تاني، وعبارة عن الجزء
المبطن للجدار الخلوي من الداخل والمغلف للسيتوبلازم من الخارج. ده مين؟ ده الغشاء البلازمي. والغشاء البلازمي بيتكون أساسا من البروتين والفسفوليبيدات، فهو عبارة عن طبقتين من البروتين بيحصروا ما بينهم طبقة مزدوجة من الفسفوليبيدات. ويعتبر الغشاء البلازمي الخارجي هو أول محدد لمرور الذائبات من وإلى الخلية الحية. وبيوجد أيضا غشاء بلازمي آخر أو النوع الثاني، ده بيكون موجود على حدود الفجوة العصارية أو بيحيط بالفجوة العصارية من الخارج، ويعرف بالغشاء البلازمي الفجوي أو التونوبلاستي. هذين الغشائين بيكونوا شبه منفذين، الاثنين شبه منفذين، لهم نفاذية اختيارية وبيتحكموا في مرور المواد الغذائية من وإلى الخلية، إلا أن التونوبلاست بيختلف عن الإكتوبلاست أو عن الغشاء البلازمي الخارجي من حيث التركيب الكيماوي، لأن بنجد أن بيكون موجود فيه نسبة أعلى من الدهن. ده موجودة فين؟ في التونوبلاست بالمقارنة بالإكتوبلاست أو الغشاء البلازمي الخارجي. أيضا هناك بعض الذائبات بيمكنها المرور من الإكتوبلاست اللي هو الغشاء البلازمي الخارجي، ولا يمكنها المرور خلال التونوبلاست أو الغشاء البلازمي الفجوي والعكس. ومن أهم الأدلة على ذلك بنجد أن صبغة الأنثوسيانين بيكون موجودة داخل الفجوة العصارية في حين أنها لا تتواجد في داخل السيتوبلازم. إذن بنجد أن النفاذية هما الاثنين، الغشاء البلازمي الخارجي والداخلي، بيكون لهم نفاذية اختيارية أو بتحكمه في المواد اللي تدخل أو تخرج بره الخلية، لكن هما الاثنين بيختلفوا أيضا في مقدار هذه أو عملية أو هذا التحكم في مرور المواد المختلفة. لو جينا نشوف بقى وظائف الغشاء البلازمي، هنجد أن أول حاجة هو حماية البروتوبلازم في الخلايا التي لا تحتوي على جدار خلوي مثل الخلايا الجامدية والميكوبلازما. أيضا استقبال ونقل الإشارات الكيميائية والبيئية إلى داخل الخلية النباتية. أيضا الاتصال بين خلوي حيث تمتد الأغشية في منطقة حقول النقر الابتدائية وبتعمل على اتصال الخلايا ببعضها. بيقوم الغشاء البلازمي بتنظيم النفاذية من وإلى الخلية فيما يعرف بالنفاذية الاختيارية أو Selective Permeability. فعند مرور المواد خلال الغشاء البلازمي إذا كان هذا النفاذ أو هذا المرور دون الحاجة إلى طاقة، والطاقة دي اللي ناتجة من عمليات التمثيل الغذائي في الخلية، وبيتم عملية النفاذية دي عن طريق عملية الانتشار أو التبادل الأيوني، فبيعرف ذلك بالنقل السلبي أو الباسيف ترانسبورت، بنسميه بالنقل السلبي. أما إذا اعتمد النقل عبر الغشاء البلازمي على الطاقة الناتجة من عمليات التمثيل الغذائي فبيعرف بالنقل النشط. وفي حالة النقل النشط هنا لابد للخلية أن تدفع طاقة أو تقدم الطاقة للغشاء البلازمي علشان أو لكي يقوم بنفاذ بعض المواد إلى داخل الخلية، وبيحدث ذلك في حالة اللي هو النفاذية عكس تدرج التركيز. أيضا من أهم الوظائف للغشاء البلازمي هو ضخ الأيونات، بيعمل كأيون بامبز أو بيعمل ضخ للأيونات
بيتم ضخ العديد من الأيونات وخاصة أيون البوتاسيوم والهيدروجين عبر الغشاء البلازمي، وهذا بيستلزم طاقة من الـ ATP، في حين أن ضخ الأيونات عبر أغشية البلاستيدات الخضراء والميتوكوندريا ده بيكون مهم لتكوين مركبات الـ ATP. أيضا احتواء الأغشية على الإنزيمات المختلفة اللازمة لعملية امتصاص الطاقة الضوئية أو طاقة الشمس، بينما تحتوي أغشية الميتوكوندريا على الإنزيمات اللازمة لتخليق الـ ATP. يعني في حالة البلاستيدات الخضراء بنجد ان موجود الانزيمات الخاصه بامتصاص الطاقه الضوئيه، في حاله الميتوكوندريا موجود الانزيمات الخاصه بعمليه تخليق مركبات الاي تي بي. اما في حاله بقى البكتيريا التي تقوم بعمليه البناء الضوئي، فبنجد ان بيقوم الغشاء البلازمي بعمليات التنفس والبناء الضوئي في حالة البكتيريا لأنها لا تحتوي على بلاستيدات أو ميتوكوندريا. أيضا من أهم الوظائف للغشاء البلازمي هي إخراج الجزيئات الكبيرة من البروتينات والدهون إلى خارج الخلية عن طريق ما يعرف بعملية الإكسوسيتوسيس أو عملية الإخراج. أيضا من أهم الوظائف هو عزل بعض التفاعلات الكيميائية عن بعضها البعض داخل الخلية. ايضا بيعطي للنبات صلابه، وده بيتم عن طريق الاسموزيه او الحفاظ على الاسموزيه داخل الخليه والضغط الاسموزي داخل العصير الخلوي. ايضا تنظيم تبادل المواد الزائبه ما بين الخليه والوسط الخارجي. ايضا الاحتفاظ بالمواد الزائبه الضروريه للخليه داخل الفجوه العصريه، وتنظيم حركه الزائبات داخل وبين الخلايا المختلفه. ده بالنسبة للغشاء البلازمي ودرجة تحكمه في دخول أو خروج المدوى. عملية السيليكتيف بريمابيلتي أو النفاذية الاختيارية ديت بتعني مدى قدرة الغشاء البلازمي على التحكم في نوع وكمية المواد التي تدخل أو تخرج إلى خارج الخلية، وبيتوقف ذلك على فسيولوجية الخلية ومدى احتياج الخلية من عدم احتياجه لتلك المواد التي تخرج إلى خارج الخلية أو تدخل إلى داخل الخلية. المكون الآخر من السيتوبلازما هو الإندوبلازميك ريتيكولم أو الشبكة الإندوبلازمية. والشبكة الإندوبلازمية بتعتبر أحد العضيات الغشائية الموجودة بسيتوبلازم الخلايا، فهي عبارة عن أنابيب متشابكة مع بعضها البعض، بتمثل هيكل السيتوبلازم. وبيوجد نوعين من الشبكة الإندوبلازمية، نوع بنسميه بالرف إندوبلازميك ريتيكولم أو الشبكة الإندوبلازمية الخشنة، وسميت بهذا الاسم نظرا لوجود بعض الريبوسومات المرتبطة على السطح الخارجي لها، فبيديها المنظر الخشن، ولذلك تعرف بشبكة الإندوبلازمية الخشنة أو الرف إندوبلازميك ريتيكولم. النوع الآخر من الشبكة الإندوبلازمية هو السموث إندوبلازميك ريتيكولم أو الشبكة الإندوبلازمية الناعمة أو الملساء، وديت نظرا لعدم وجود أي ريبوسومات مرتبطة على سطحها الخارجي. لو جينا نشوف أهم الوظائف التي تقوم بها الشبكة الإندوبلازمية داخل الخلية النباتية، هنجد رقم واحد ان بيعتقد ان للشبكة الاندوبلازمية دور في بناء الجدار الخلوي، وخاصة النوع الخشن منها، لان بتقوم بتجميع بعض البروتينات داخل مثانات، ثم تنفصل تلك المثانات عن الشبكة الاندوبلازمية وتبدأ تسبح بداخل السيتوبلازم إلى أن تصل للغشاء البلازمي، فتلتصق بالغشاء البلازمي وتبدأ في إفراغ محتوياتها في مكان تخليق أو تكوين الجدار الخلوي. أيضا النوع الخشن بيعتقد أن له دور في عملية تخليق وتخزين البروتينات،
خاصة لأن موجود زي ما قلنا على سطح الخارجي في الريبوسومات التي تقوم بتخليق مركبات البروتين، وبيتم تخزينها في داخل تجويف الشبكة الإندوبلازمية. ولذلك فبيعتقد إن لها دور زي ما قلنا في عملية تخليق مين البروتينات داخل الخلية. أيضا من أهم الوظائف للشبكة الإندوبلازمية بتعمل كحلقة وصل بين الأنوية المختلفة للخلايا المتجاورة، لأن إحنا زي ما قلنا من شوية أن الشبكة الإندوبلازمية بتتصل بالغلاف النووي للنواة ومنه إلى الغشاء البلازمي للخلية، وتمر عبر الثقوب الموجودة في الجدار الخلوي لتصل بالغشاء البلازمي في الخلية المجاورة ومنه إلى الغلاف النووي للنواة الموجودة في الخلية. إذن هي بتعتبر كحلقة وصل ما بين الأنوية المختلفة للخلايا المتجاورة. ولذلك بنجد إن النسيج النباتي بيعتبر كوحدة واحدة، لأن كل الأنوية كلها بتكون على اتصال، وبالتالي الأمر اللي بيخرج كل الخلايا بتقوم بتنفيذ الأمر، وبالتالي في أداء الوظيفة لتكتمل الوظيفة الخاصة بالنسيج ده في أكمل صورة في النهاية. وده بيكون راجع لعملية الاتصال اللي بيتم ما بين الأنوية وبعضها لتنظيم العمل داخل الخلايا، لينتظم في النهاية الوظيفة التي يقوم بها النسيج النباتي. هنا الصورة اللي احنا شايفينها دي الشبكة الاندوبلازمية، ودي البروتينات الريبوسومات المرتبطة بالسطح الخارجي، وهنا البروتينات اللي بيتم تخليقها وتخزينها في الداخل، بعد كده بتنفصل في صورة مسانات. هذه المسانات بتاخد طريقين هنعرفهم بعد كده، اذا كان البروتين اللي فيها او اللي موجود بداخلها كامل او في الصوره النهائيه بيسبح مباشره داخل السيتوبلازم الى ان يصل بالغشاء البلازمي ويبدا يلتصق فيه ويفرغ محتواه زي ما قلنا في مكان تخليق الجدار الخلوي. اما اذا كان البروتين اللي موجود في داخلها ده بيكون ناقص او غير مكتمل، فبياخد طريق اخر بيبدا يوصل ليه حاجة بنسميها بيه جهاز جيولوجي، بيبدأ ياخد المثانة اللي منفصلة من الشبكة الاندوبلازمية ويبدأ ياخد محتوياتها الداخلية ويعمل لها ريسنتيتنج مرة تانية أو إعادة تمثيل مرة أخرى، ثم تجمعها في صورة مثانات وتنفصل، ثم تسبح في داخل السيتوبلازم إلى أن تصل للغشاء البلازمي وتبدأ تفرغ محتوياتها إلى الخارج في مكان تخليق من الجدار الخلوي. إذن لها دور في عملية الإخراج، لها دور في عملية تخليق وتخزين البروتينات، لها دور في عملية التوصيل ما بين الأنوية المختلفة زي ما قلنا للخلايا المتجاورة، فهي حلقة وصل ما بينهم. ده بالنسبة للنوع الخشن. النوع الناعم بقى من الشبكة الإندوبلازمية بيعتقد إن ليه دور في عملية تمثيل الفسفوليبيدات أو الليبيدات المفسفرة داخل الخلية النباتية، والتي تدخل في بناء الأغشية البلازمية للمحتويات المختلفة داخل الخلية النباتية. المكون الثالث والأخير من مكونات السيتوبلازما هو الأورجانيلز أو العضيات السيتوبلازمية أو العضيات البروتوبلازمية الموجودة أو السابحة بداخل سيتوبلازم الخلايا. وهنبدأ بأول عضية وهي البلاستيدز أو البلاستيدات. البلاستيدات بتعتبر هي أحد العضيات البروتوبلازمية الحية السابحة بسيتوبلازم الخلايا النباتية، وهي بتعتبر جسيمات سيتوبلازمية حية متخصصة حاملة للألوان، ولذلك فبيسميها البعض بالكروماتوفورز أو الأجسام الحاملة للصبغات المختلفة الموجودة داخل الخلية. بتتواجد البلاستيدات في الخلايا النباتية ولا توجد في الفطريات والبكتيريا، وبيعتبر وجود البلاستيدات من أهم المميزات ما بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية. وبتنشأ البلاستيدات من حاجة بنسميها بالبروبلاستيدز أو البلاستيدات الأولية. ودي بنقدر موجود عدة أنواع من البلاستيدات نقدر نقسمها إلى الآتي. النوع الأول هو
الكروموبلاستيدز او البلاستيدات الملونه، ودي عباره عن بلاستيدات بتحتوي على ماده او اكثر من المواد الملونه، وبيعزى اللون الموجود في تلك البلاستيدات الى صبغتين اساسيين، هما صبغه الزنسوفيل وصبغه الكاروتين. هذا النوع من البلاستيدات بنجد انه بيكسب الثمار والازهار اللون المميز والخاص بكل نوع نباتي، فبنلاقي عندنا الازهار ازهار بتاخد الوان مختلفه والوان كتيره، الثمار عند عمليه النضج بنجد انها بتاخد الوان كتيره خاصه بكل نوع نباتي، فالمسؤول عن كده هو بعظام بيكون راجع الى البلاستيدات الملونه التي تتواجد في تلك الاجزاء النباتيه من الازهار والثمار. النوع الثاني هو الكلوروبلاستيدز او البلاستيدات الخضراء، وده هنتكلم عنها دلوقتي. النوع الثالث هو حاجه بنسميها باللايكوبلاستيدز او البلاستيدات عديمه اللون، وهذا النوع من البلاستيدات لا يتواجد به صبغات نباتيه، وبيتواجد هذا النوع من البلاستيدات في خلايا انسجه الاعضاء النباتيه البعيده عن الضوء او التي لا تتعرض الى الضوء، زي الابصال، زي الكرومات، زي الدرنات، زي الريزومات، زي اجنه البذور، زي نسيج النخاع الموجود في السخان، موجوده في الاجزاء النباتيه او الانسجه النباتيه البعيده عن الضوء او الغير معرضه للضوء. هذا النوع من البلاستيدات بيمتلك النظم الإنزيمية الخاصة بتخليق وتخزين بعض المواد الغذائية المختلفة، وعلى حسب نوع المادة اللي بتقوم بتخزينها فبنقدر نقسمها إلى 3 أنواع أساسية. في بلاستيدات نشوية اللي هي الأميلو بلاستس، أو البلاستيدات اللي بتقوم بتخزين المواد النشوية. في بلاستيدات اللايو بلاستس، أو البلاستيدات الزيتية أو الدهنية اللي بتقوم بتخزين المواد الدهنية. في البروتين بلاستس، أو البلاستيدات البروتينية اللي بتقوم بتخزين البروتين داخل الأجزاء النباتية المختلفة. ومع ملاحظة إن هذا النوع من البلاستيدات إذا ما تعرض للضوء، لو تم تعريضه للضوء، بنجد إن بيتحول إلى النوع الثاني من البلاستيدات، هو البلاستيدات الخضراء. يعني بيبدأ يتكشف الكلوروفيل في داخل تلك الصبغات وتتحول إلى بلاستيدات خضراء. ده طبعا شكل البلاستيدات الملونة. البلاستيدات النشوية. نجي بقى للبلاستيدات الخضراء اللي هو بيعتبر أهم نوع من البلاستيدات، لأن البلاستيدات الخضراء هي التي يوكل إليها القيام بعملية التمثيل الضوئي. أهم عملية على سطح الكرة الأرضية هي عملية الفوتوسينتيسيس أو عملية البناء الضوء، والتي ينتج منها الأكسجين الذي يتنفسه النبات والحيوان والإنسان، والمواد الغذائية التي يتغذى عليها النبات ويتغذى عليها الحيوان ويتغذى عليها الإنسان. البلاستيدات الخضراء بنجد إن بيختلف حجمها وعددها من خلية لأخرى، فبنجد أنها في الكائنات الأقل رقي زي مثلا الطحالب. فمثلا الطحلب اللي قدامنا ده طحلب الكلاميدوموناس، بيتواجد بداخله بلاستيدة واحدة فقط، بتكون كبيرة في الحجم وبتاخد الشكل الفنجان اللي احنا شايفينه بيه الشكل ده. في طحلب زي طحلب خيط زي طحلب السبيروجيرا، بنجد ان بيتواجد بكل خلية، هذا الطحلب من الطحالب الخيطية، بلاستيدة واحدة بتكون طويلة وبتاخد الشكل الحلزوني، تبقى حلزونية الشكل بالشكل اللي احنا شايفينه. في طحلب زي طحلب الزجنيمة، بنجد ان بيتواجد بداخل كل خلية، وايضا من الطحالب الخيطية، زوج من البلاستيدات نجمية الشكل، بتاخد الشكل النجمي. في الكائنات الاكثر رقي اللي هي النباتات الراقية، بنجد ان البلاستيدات بيصبح حجمها صغير وعددها بيكون كثير بداخل الخلية، فبتاخد الشكل البيضاوي اللي احنا شايفينه، وبيتواجد بداخل الخلية من 30 إلى 50 بلاستيدة على حسب النسيج التي تتواجد به ومدى قيامه بعملية التمثيل الضوء. لو جينا نشوف البلاستيدة في التركيب بتاعها، بنلاقي إنها بتتركب من دبل ممبرين عبارة عن غشاء مزدوج، ده الأوتر ممبرين، ده الغشاء الخارجي،
والإنر ممبرين أو الغشاء الداخلي، يبقى غشاء مزدوج. ثم بيتواجد بداخل في الغرفة الداخلية موجود مادة بنسميها بمادة الستروما أو مادة الحشوة. الحشوة بتحتوي على موجود فيها بروتينات، موجود فيها دي ان ايه بلاستيدي، موجود فيها ريبوسومات من النوع 70 اس. ايضا بيتواجد بداخلها جسيمات، هذه الجسيمات تعرف بالجرانا، هذه الجسيمات بتعرف بالجرانا. المفردة طبعا جرانم، الجرانم الواحدة بالله عبارة عن مجموعة من الأقراص المترصة فوق بعضها، كل قرص بنسميه بيه السايلاكويد، والسايلاكويد ده بيمثل المخزن اللي موجود بداخله أصباغ الكلوروفيل اللي هتقوم بامتصاص الطاقة الضوئية والقيام بعملية التمثيل الضوئي. فهي بيمثل بالظبط كده، كل جرانم عبارة عن زي عملات معدنية مرصوصة فوق بعضها بالشكل اللي احنا شايفينه، وبترتبط هذه الجرانة ببعضها عن طريق حاجة بنسميها بيه الانتر جرانا لاميلا أو الصفائح ما بين الجرانة. ده بالنسبة لتركيب البلاستيدة، وزي ما قلنا موجود بداخل الحشوة دي ان ايه بلاستيدة، أي انه خاص بالبلاستيدات، ولذلك هنعرف دلوقتي في عملية التضاعف انه يمكن للبلاستيدات الخضراء ان تتضاعف بشكل منفصل عن الخلية النباتية، أي انها لا تخضع الى ما تخضع اليه الخليه في عمليه الايه الانقسام. طبعا هنا اصباغ الكلوروفيل اللي موجوده في داخل البلاستيدات، هنا الشكل بيوضح لك ان الكلوروفيل بيكون شبيه بالهيموجلوبين اللي موجود في دم الانسان والحيوان، لكن الفاصل هنا الذره المركزيه هنا بيكون مغنيسيوم في حاله الكلوروفيل الموجود في النبات، وهنا حديد في حاله الهيموجلوبين او الدم اللي موجود في الانسان والحيوان. الكلوروفيل موجود في نوعين، في كلوروفيل A وكلوروفيل B، وطبعا الفارق ما بين الاثنين هو مجموعة المصايل اللي انا بحدد عليها حاليا. مجموعة المصايل هنا في كلوروفيل A بتبقى مجموعة مصايل CH3، اما في كلوروفيل B فبتبقى عبارة عن مجموعة الديهيد C دبل بوند O H، ده الفرق ما بين الاثنين. طبعا الرمز الكيماوي C55 ثابت في الاثنين، H72 لان هنا ثلاث ذرات كربون، هنا H70 بس لان هنا ذره واحده فقط، O5 خمس ذرات اكسجين، هنا O6 ست ذرات لان موجود هنا في ذره اكسجين زياده، وباقي التركيب واحد اللي هو ال N4 اللي هو النيتروجين وال MG، وهنا N4MG. ده بالنسبه لاصباغ الكلوروفيل اللي هي موجوده في داخل البلاستيدات. بنلاحظ ان اصباغ الكلوروفيل الموجوده في داخل البلاستيدات بتكون حساسه للضوء، بمعنى ان اذا ما تم تعريض البلاستيدات الى ضوء قوي وشديد في هذه الحاله بيحدث تكسير وتحلل لاصباغ الكلوروفيل الموجوده في داخل البلاستيدات، حاجه بيحصل لاصباغ الكلوروفيل حاجه بنسميها بيه الفوتو اكسيديشن او الاكسده الضوئيه، وفي هذه الحاله بيتكسر اصباغ الكلوروفيل وبتحول البلاستيدات الى اللون الابيض نتيجه لتحلل اصباغ الكلوروفيل، وعلى مستوى النبات بيكون بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا نتيجه لعمليه الاكسده الضوئيه اللي تحدث لاصباغ الكلوروفيل. طيب اذا ما تعرض اصباغ الكلوروفيل او البلاستيدات الخضراء تعرضت الى الظلام، في هذه الحاله بيحدث حاله اخرى بتعرف بالشحوب او الايتيوليشن. الايتيوليشن هنا نتيجه لعمليه تكسر او تحلل لاصباغ الكلوروفيل وبتحول الى كلوروفيل اولي. في هذه الحاله إذا ما تم تعريض النبات مرة أخرى إلى الضوء أو البلاستيدات مرة أخرى إلى الضوء، بنجد إن بيرجع يعود مرة أخرى تكشف أو تحول الكلوروفيل الأولي إلى الكلوروفيل العادي الموجود في داخل البلاستيدات، ويبدأ يخضر لونها مرة أخرى. إذا في عملية شحوب اللي هي بنسميها الدي إتيليشن، وهي عملية بقى إيه؟ ان بيحدث بقى تعادل لعمليه الشحوب وبيعود او تعود البلاستيدات الى الوضع الطبيعي لها باللون الاخضر المميز لها نتيجه لتكشف اصباغ الكلوروفيل. نيجي نشوف بقى عمليه التضاعف اللي بتتم داخل للبلاستيدات. احنا قلنا من شويه ان البلاستيدات موجود في داخل الستروما او داخل الحشوه موجود فيها دي ان ايه بلاستيدي، اي انه بينظم العمليات اللي بتتم داخل
البلاستيدات الخضراء في عمليه الايه، في عمليه التضاعف. لو لاحظنا كده ان ادي البلاستيده الام الموجوده، بنجد ان بيبدا في حز كده على الجدار الخارجي، الجدار الخارجي للبلاستيده، ويصل هذا الحل، بيبدا هذا الحز بيزداد الى ان يصل الى الجدار الاخر، وتنفصل وتكون الزوج من البلاستيدات البنويه الجديده. ده عمليه التضاعف، اي نوع، عمليه انقسام ثنائي بسيط. لو نفتكر كده لما قلنا في الجدار الخلوي اثناء تكونه وانقسام الخليه، كان بيبدا تكوين الجدار فين؟ كان بيبدا في الداخل، ثم بعد ذلك بيبدا يصل او بيتمدد الى ان يصل الى جدار الخليه. لكن هنا في عمليه الانقسام الثنائي البسيط اللي كانت بتتم في البكتيريا او الكائنات اوليه النواه، كان بيحصل الحز اللي زي ما موجود هنا كده في البلاستيده على الجدار من الخارج، وبيصل الى الداخل وينفصل الى بلاستيدتين جديدتين. طيب عمليه التحول بقى من نوع بلاستيدي الى اخر، هل ممكن؟ نعم، بنلاقي ان ممكن نوع من البلاستيدات يتحول الى نوع اخر من البلاستيدات. احنا قلنا من شويه ان البلاستيدات هتنشا عندي من البروبلاستيد او البلاستيدات الايه، الاوليه. البلاستيدات الاوليه ديت قلنا يطلع منها ثلاث انواع، قلنا في لايكوبلاستيدز اللي هي البلاستيدات الايه، عديمه اللون. وعديمه اللون قلنا اللي هي موجوده في الاعضاء النباتيه البعيد عن الضوء، لكن اذا تعرضت للضوء هتتحول الى مين؟ الى بلاستيدات خضراء، زي بالظبط ما بيحصل لو ان درنت بطاطس وهي ما زالت متصله بالنبات الام، تم كشف التربه عنها او تعرض جزء منها للضوء اثناء اتصالها بالنبات الام، بنجد ان الجزء ده بيبدا يخضر. اخضر ليه؟ نتيجه لتحول البلاستيدات عديمه اللون اللي هي النشويه اللي موجوده في داخل الدرنه الى بلاستيدات خضراء نتيجه لتكشف في اصباغ الكلوروفيل في داخل تلك البلاستيدات. ويمكن للبلاستيدات الخضراء ان تتحول الى بلاستيدات شاحبه، ايتيوبلاست، بلاستيدات شاحبه، اذا ما تم حجب الضوء عن البلاستيده، حجبنا الضوء او تم تعريضها للظلام فبتتحول الى بلاستيدات ايه، شاحبه، يعني بتفقد اللون اللي فيها. لكن لو تعرضت للضوء مره اخرى فبتعود لحالتها الاولى وهي البلاستيدات اللي الخضراء. ايضا يمكن ان تتحول البلاستيده الخضراء الى بلاستيده ملونه، وده بنشوفه في الثمار، الطماطم على سبيل المثال، بيكون الثمر وهي ما زالت صغيره لسه قبل مرحله النضج بيكون لونها اخضر، اي موجود فيها بلاستيدات خضراء، لكن في مرحله النضج بعد ان تصل لمرحله النضج بيتحول الى اللون الاحمر المميز للطماطم. الموز بيكون لونه اخضر ثم يتحول الى اللون الاصفر، وهكذا في كل الايه، في كل الثمار المختلفه. فيمكن للبلاستيدات الخضراء ان تتحول الى بلاستيدات ملونه في مرحله معينه وهي مرحله النضج اللي هتتم في للثمار المميزه الخاصه بكل نوع نباتي. البلاستيدات الخضراء ايضا لو شفناها بنجد ان بيوجد نوعين من البلاستيدات الخضراء، وخاصة في النباتات اللي هي رباعية الكربون، زي على سبيل المثال نبات الذرة، بنلاقي في نوعين من البلاستيدات الخضراء، إحداها بتكون موجودة في نسيج الميزوفيل، نسيج الوسط بتاع الورقة، والأخرى بتكون موجودة في نسيج البند الشيس أو في نسيج غلاف الحزمة. الأولى اللي موجودة في الميزوفيل اللي بيبقى موجود فيها جرانة بتبقى واضحة، واضحة التركيب. اما في اللي موجوده في غلاف الحزمه فبتكون كبيره في الحجم، والجرانه اللي بتكون موجوده بداخلها بتكون اقل كثافه، اي ان اغشيه السيلاكويد اللي موجوده فيها بتبقى قليله في العدد او بتبقى اقل تكدس. ووجد ان الاثنين بيفصلهما الجدار الخلوي، بيعتقد ان بينهم علاقه او انتر اكشن معين، ده بتقوم احداها بدور بيكون مكمل للاخرى لاتمام عمليه التمثيل الضوئي. وما نجي في عملية التمثيل الضوئي هنعرف ايه اللي بيتم في ما بين النوعين من البلاستيدات. ده بالنسبة لأول عضية وهي البلاستيدات اللي موجودة في داخل الخلايا النباتية بأنواعها المختلفة. ننتقل بقى إلى عضية أخرى وهي الميتوكوندريا. الميتوكوندريا أيضا بتعتبر هي أحد العضيات البروتوبلازمية الغشائية الحية السابحة بسيتوبلازم الخلايا النباتية.
الميتوكوندريا بتعتبر هي مصدر الطاقة داخل الخلية، هي المكان أو المصنع اللي يقوم بإنتاج الطاقة التي تحتاجها الخلية لإتمام باقي العمليات الحيوية المختلفة أو باقي عمليات الميتابوليزم اللي تتم داخل الخلية النباتية. الميتوكوندريا زي ما اتكلمنا في الحلقة السابقة ان بيختلف عددها من خلية الاخرى، فبنجد ان في حالة الخلايا المريستيمية بيتواجد بداخلها اعداد كبيرة او كثيرة من الميتوكوندريات. ليه؟ لان قلنا ان الخلية خلية في حالة نشاط والخلية بتنقسم باستمرار، فمحتاجة الى طاقة كثيرة ولذلك موجود بداخلها اعداد كبيرة من الميتوكوندريات، في حين ان الخلايا البالغة بيكون موجود بها اعداد قليلة من الميتوكوندريا، لان في الحالة دي بتبقى الخلية بدأت تتخصص في اداء وظيفة معينة، فبيكون موجود بداخلها العدد اللي هيوفر لها او هينتج لها الطاقة اللازمة لاتمام العمليات اللي هتتم داخلها. لو شفنا تركيب الميتوكوندريا بنجد انها تتركب ايضا من دبل ممبرين، غشاء خارجي ده الاوتر ممبرين، وانر ممبرين الغشاء الداخلي، وبيكون فيها متعرج بيكون بروزات الى داخل تجويف الميتوكوندريا، مكون حاجه بنسميها بالكريستا او الاعراف او الرشرشات. الكريستا او الرشرشات او الاعراف ديت اللي موجود بيبقى متواجد عليها جسيمات بها الانزيمات الخاصه بعمليه التنفس وانتاج مركبات الـ ATP الناتجة من الميتوكوندريا أثناء عملية التنفس وإنتاج الطاقة. ويتواجد بها الداخل الماتريكس أو المادة التأسيسية أو الحشوة اللي موجودة في داخل الميتوكوندريا، بيتواجد فيها رايبوسومات من النوع 70S، ودي ملحوظة اللي احنا قلنا عليها في البلاستيدات. في البلاستيدات أيضا كان موجود بداخلها رايبوسومات من النوع S، هنا برضو هنا ريبوسومات من النوع 70S، نفس الوضع زي اللي كان موجود في البلاستيدات، بالإضافة إلى وجود الـ DNA الميتوكوندري الخاص بالميتوكوندري. لو شفنا عملية التضاعف أيضا اللي بتتم في الميتوكوندريا بنلاقيها شبيهة بما تم داخل البلاستيدات الخضراء كما يحدث في الكائنات أولية النواة أو البكتيريا، فبنجد أن بيبدأ في البداية حز كده على الجدار الخارجي على الغشاء الخارجي للميتوكوندريا، ثم بيزداد هذا الحز ده إلى أن يصل في النهاية وتنقسم إلى زوج من الميتوكوندريات الجديدة، وده بيكون شبيه بالظبط لما يتم في الكائنات أولية النواة. وظيفة الميتوكوندريا هي القيام بعملية التنفس وإنتاج الطاقة التي تحتاج الخلية لإتمام العمليات الحيوية والفسيولوجية المختلفة داخله. طيب ننتقل لحاجه بنسميها بنظريه التكافل الداخلي او الاندوسيمبوسيس السوري. هذه النظريه بتفترض ان كل من الميتوكوندريا والبلاستيدات كانتا كائنين حيين مستقلين، ثم دخل الخليه بطريقه ما من ملايين السنين واستقر في داخل الخليه. طيب ايه الاسس اللي اتبنت عليها نظريه التكافل الداخلي؟ اما رقم واحد هو احتواء كل من البلاستيدات والميتوكوندريا على الحامض النووي DNA الدائري الصغير في الحجم كما هو موجود في الكائنات أولية النواة زي البكتيريا، يعني موجود في زي ما احنا قلنا في DNA بلاستيدي وDNA ميتوكوندريا بيكون صغير ودائري بالظبط زي اللي موجود في البكتيريا أو الكائنات أولية النواة. النقطة الثانية هو احتواء الريبوسومات، احتواء البلاستيدات والميتوكوندريا على الريبوسومات من النوع 70S، وده زي اللي موجود في الكائنات أولية النواة، وبالتالي فإن لكل من البلاستيدات والميتوكوندريا له القدرة على النمو والانقسام لبعض الوقت دون الحاجة إلى نواة الخلية، مش محتاج نواة الخلية في الكائنات حقيقية النواة، وده لأن زي ما قلنا إن هي بتحتوي على DNA خاص بيها. طيب بيوجد ايضا تشابه ما بين الغشاء الخارجي لكل من البلاستيدات والميتوكوندريا وغشاء الخلية. على اساس هذه الاسس المختلفة فتم وضع نظرية التكافل الداخلي باعتبارهم انهم كانت كائنات حية مستقلة بنفسها، وبعد كده دخلت الخلية بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا وبدأت تستقر في داخل الخلية وأصبحت جزء من مكونات الخلية وبدأت بتنقسم وتنتقل إلى الخلايا البنوية الجديدة. فالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا دي الخلية،
وأدى الايروبيك بكتيريوم اللي هي الميتوكوندريا أو البكتيريا اللي هي اللي هتبدأ تدخل في داخل الخلية وتستقر في داخلها وأصبحت بعد كده باسم الميتوكوندريا. هنا في الوضع الثاني بنجد أن ده الفوتوسينتيتيك بكتيريوم أو البكتيريا اللي تقوم بعملية البناء الضوئي وتدخل في داخل الخلية وتستقر وتكون فيما بعد البلاستيدات الخضراء. دي نظرية اللي هي التكافل الداخلي لكل من البلاستيدات والميتوكوندريا. ننتقل إلى عضية أخرى وهي جهاز جيولوجي أو جيولوجي أبريتوس. جهاز جيولوجي بيعتبر أحد العضيات البروتوبلازمية اللي موجودة بداخل سيتوبلازم الخلايا النباتية. جهاز جيولوجي بنجد ان هو او الديكتسومات بيبقى عبارة عن كومة مكدسة من الأغشية الوعائية بتكون مفلطحة بيوجد حولها مجموعة من الأنابيب والمثانات الموجودة بالشكل اللي احنا شايفينه. جهاز جيولوجي لو جينا نشوف ليه أهم الوظائف اللي بيقوم بيها داخل الخلايا النباتية بنجد إن له دور في عملية وظيفة إخراجية، ليه دور في عملية الإخراج بتجميع بعض المواد في صورة مثانات، ثم تنفصل تلك المثانات وتسبح بداخل السيتوبلازم إلى أن تصل لغشاء البلازما وتبدأ تفرغ محتوياتها إلى خارج الخلية. أيضا بيعتقد إن ليه دور في عملية تخليق وتكوين الجدار الخلوي عن طريق إن زي ما قلنا من شوية إن المثانات اللي بتنفصل من الشبكة الإندوبلازمية إذا احتوت على بروتينات غير كاملة بتنتقل هذه المثانات لتصل لجهاز جيولوجي، ثم يبدأ في استقبال المواد الموجودة بداخلها، ثم يعمل لها إعادة تمثيل مرة أخرى، ثم بعد ذلك بيقوم بعملية تجميعها في صورة مثانات وفصلها، تصبح هذه المثانات إلى أن تصل للغشاء البلازمي تلتصق به وتبدأ تفرغ محتوياتها إلى الخارج. أيضا بيعتقد إن من أهم الوظائف بتاعته ليه وظيفة إفرازية. هذه الإفرازات اللي بتنتج من جهاز جيولوجي قد تكون عبارة عن سكر زي اللي موجود في رحيق الأزهار، أو قد يكون عديد التسكر زي المواد اللي بتدخل في تكوين الجدار الخلوي، أو معقد من عديد التسكر والبروتين زي اللي موجود في معظم الإفرازات الصمغية. ده بالنسبة لي أهم الوظائف اللي بيقوم بيها جهاز جيولوجي في الخلايا النباتية. ننتقل بعد ذلك إلى عضية أخرى وهي الريبوسومات. والريبوسومات بتعتبر هي أحد العضيات البروتوبلازمية الغير غشائية السابحة بسيتوبلازم الخلايا النباتية. قد تتواجد هذه الريبوسومات إما حرة سابحة بداخل سيتوبلازم الخلايا، أو أنها قد تتواجد مرتبطة بالسطح الخارجي للشبكة الإندوبلازمية الخشن. بنجد إن كل ريبوسوم بيتكون من تحت وحدتين، أحدهما بيكون كبيرة في الحجم والأخرى بيكون صغيرة في الحجم بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا. وبنجد ان الوظيفة الأساسية للريبوسومات هي القيام بعملية تخليق البروتينات داخل الخلايا النباتية. وبنجد ان بيوجد نوعين من الريبوسومات في داخل الخلية النباتية. الريبوسوم زي ما قلنا ان هو بيتكون من عبارة عن بروتين والحمض النووي الار ان اي. بيوجد في نوعين من الريبوسومات، احدهما بيعرف بيه النوع 80S
والنوع 80 اس ده موجود في خلايا الكائنات الحية ذات النواة الحقيقية، والنوع الآخر بيكون 70 اس، وموجود هذا النوع في الميتوكوندريا والبلاستيدات الخلايا ذات النواة الحقيقية، وموجود في خلايا الكائنات الحية اللي هي ذات النواة الأولية. الريبوسومات 80 اس بنجد انها تتكون من تحت وحدتين، احدهما تبقى 60 اس والاخرى 40 اس، والريبوسومات 70 اس بتتكون من تحت وحدتين، احدهما بيكون 50 اس والاخرى بتبقى 30 اس. ده بالنسبه للريبوسومات ووظيفتها زي ما قلنا هي القيام بعمليه تخليق البروتين في داخل الخلايا النباتيه. ايضا في بعض العضيات الاخرى اللي موجوده في الخلايا بتحاط بغشاء مفرط لا يوجد او لا يرى بها تراكيب غشائيه، بتحتوي على بروتينات وانزيمات مختلفه تبع لنوع النسيج ونوع النبات، وهي زي البروكسيسومز والجليكوسومز والاسفيروسومز. البروكسيسومز دي عبارة عن عضيات بتكون موجودة في خلايا أوراق النباتات الراقية، بتبقى موجودة مجاورة للبلاستيدات الخضراء، وبتقوم بإيض الجليكولات وأكسدة حمض الجليكول وتثبيت ثاني أكسيد الكربون. طبعا زي ما قلنا بتبقى موجودة قريبة من البسيلة، ده طبعا البلاستيدة الخضراء وده عبارة عن الجسيم بتاع البروكسيسومز. ده البروكسيسومز وده عبارة عن البلاستيد زي ما قلنا بيكون موجود مجاور له. الجليكوسيزومات بقى أو الجليكوسيزومز دي بيكون موجودة في أنسجة البذور المخزنة للزيوت، وبتحتوي على الإنزيمات اللازمة لتحويل الدهون إلى الأسيتايل كوانزيم A. طبعا ده عبارة عن الجليكوسيزومز. السفيروسومز بقى دي عبارة عن جسيمات بتبقى كروية، بتحتوي على انزيمات التحلل المائي وتحلل البروتين وتحلل الأحماض النووية، وبيعتقد انها بتتكون من الشبكة الاندوبلازمية، ثم بعد ذلك بتنفصل عنها وتقوم بتخزين ونقل من المواد الدهنية. إلى هنا هننتهي من هذه الحلقة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنكمل باقي المكونات الغير حية الموجودة بداخل الخلية النباتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.